موضوع ديال المنتخب. اندريس فيلاس بواس سميه زوينه، الدري زوين 44 عام. يلا سلام مع مارسيف جونفي بخير، سالير زوين غيكون مع بورتو العام الجاي ان شاء الله. لا غيكون مع المغرب، بورتو ديال برقراق. لاحظنا كيدير ستوري ديالو، ولكن داك ستوري كان ربما ابل اللي جاتو كيقول لي دير ستوري، لانه ماشي مصلحتنا يبان دابا اندريس فيلاش اللي كان كتعرف تسير الراديو كتعرف العقود، لانه باقي عندنا مدرب يقدر هذيك الساعه يديك خرج بكلمه وحده يديك ويقول له ياخذ 4 مليار ولا 6 مليار. جامعه كتنيغوسي باش تخرج بطلاق ودي، بغيت تكون جلسه هي حسن 90% تحسهم شي حوايج، ولكن واحد تورد كي اخر تصريح باقي حتى هو كيلعب بالضغط، كيلعب شكون نقول هذيك تيلعب كونترا تاك، حتى هو كيعيط الكرواتيين وصحابو هادشي، ولا حتى فرنسيين مابقاش كيعيطوا له، كيهضروا مع حتى شي واحد، كيهضر مع الكرواتيين البوسنيين كل نهار كيسمع هادي وكيرد غادي لاعبين كونترا تاك، لاعبين مات الساعه عطيني نعطيك غدا ان شاء الله الحسم. حسن الاخبار اللي عندي لحد الساعه، الكونترا ديال اندري فيلاش بواش اذا تم الاعلان عنها رسميا غدا فيها الى غايه 2026 وغتمدد الى 2030. العقد فيه للاسف هذا المصطلح ديما كنسمعوا، نتمنوا ما يكونش رسميا كي الاخبار اللي عندي هذه. العقد فيه دومي فينال ديال كوب دافريك ونديو النسخه دومي فينال ديال 2023 ونديو النسخه ديال 2025. المهم ما بقيتش باغي نسمع هذا الكونترا بحال هكا، بغينا نسمعوا فينال فانكور، ما نسمعوش فيناليست، نسمعوا فانكور 2023 وفانكور 2025. هادشي اللي كاين، الصالير اللي شويه طالع، الصالير اللي عندي لحد الساعه، حتى الساعة عندي صالير طالع شوية، حتى الساعة الصالير ديال اندري فيلاش كاينة 200 مليون فوق. المهم هادشي اللي كاين لأن السوق خاوي، أنا أصلا كنت ضد راحي الواحد خالو يزيدش، ولكن الناس اللي كيسيروا الكرة وما يفهموا أكثر منا. مصطفى حاجي كان خرج في رمضان في ديك الخرجة ديالو وعطى لي طاي وعطى الباس، كيقول لك المعلومات، كيقول لك المدرب الجديد ديال المنتخب خصو يكون صغير، خصو يكون صغير بالفعل. الصغير دابا اللي كاين هو اندريس فيلاش، سويسري فافنر، عنده 62 سنة 64، من الأحسن، هو مدرب زوين ديال دورتموند والزميل السابق الصديق ديال أشرف حكيمي، اللي طلع بحكيمي خلاه كيلعب لاطاك، رد فيه هذاك اللاعب هجومي، ولكن حاجي كان واضح بغينا مدرب صغير ولمحها. ولا المعقول هو هذاك وهذا اندريس فيلاش صراحه السي في ديالو ممتاز بالنسبه للمنتخبات، ما عندوش هذه نقطه، ولكن الانديه جاور راه مزيان ما بيش جاور تقريبا مجاور مورينيو، فرق الكبار كاملين خدم مع مورينيو كمساعد، واللي خدم مع مورينيو ما نجحش راه ما مدرب ما والو، لان مورينيو مدرسه كبيره، شنا لعب كل شيء، رشي دابا لعب كلشي، لعب العصبه، لعب تاع اوروبي، لعب مؤتمر اوروبي، لعب لك اي حاجه بغيتيها لعبها، برافو عليك.